بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. سماحة السيد عمار دولة رئيس الوزراء الأخ الكاظمي، دولة رئيس مجلس النواب الأخ محمد الحلبوسي، سيد رئيس مجلس القضاء أستاذ فايق زيدان، السادة الأفاضل، الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم لنحتفي بذكرى استشهاد قامة وطنية عراقية وقائد كبير كان له الدور الكبير في مقارعة الاستبداد وتخليص العراقيين من شروره. لقد كان سماحة آية الله السيد الشهيد محمد باقر الحكيم قدس سره من أبرز الذين تصدوا لمقارعة النظام الدكتاتوري وعملوا على الخلاص منه، وعملوا أيضا على ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية واحترام التعددية الكامنة في المجتمع العراقي من أجل تمتين وحدة هذا الشعب للخلاص من الاستبداد وبناء ما كان يصبو إليه من نظام مستقر ديمقراطي آمن مع شعبه وآمن مع جيرانه. وفي هذه المناسبة أيضا نستذكر رفيق دربه الراحل الكبير بام جلال والكثير من أصدقائهم ومناصريهم في هذه المسيرة النضالية الطويلة والتي تعد بحق مثالاً في المقاومة والإصرار على إحقاق الحق ورفض الظلم والانتصار لقضية الشعب العراقي مهما بلغت الأثمان. في يوم الشهيد العراقي نستذكر الشهيدين الصدريين الكبيرين، نستذكر المواقف المشرفة التي استشهدوا من أجلها في مقارعة الاستبداد وهو في أوج قوته، وقدموا أنبل صور التضحية والفداء والإيثار من أجل الحرية واستنهاض همم العراقيين للخلاص من الظلم. نستذكر الشهداء، نستذكر شهيد المحراب ورفاقه، ونستذكر معكم تلك الأيام الذي تصدوا فيها للاستبداد وهم والشعب العراقي وحيدين في الساحة، لا معين لهم إلا الله سبحانه وتعالى وإلا إصرار العراقيين على حريتهم وإصرار العراقيين على نضالهم. حقيقة تلك الأيام كانت أيام عصيبة وأيام صنعت تاريخاً مشرفاً لهذا الشعب، وأعطتنا الفرصة أن نعمل معاً اليوم من أجل بناء عراق يستحقه العراقيون من خدمات وأمان واستقرار. في هذا اليوم، يوم الشهيد العراقي، نستذكر شهداءنا، شهداء القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، وجميع شهداء الوطن ضد الاستبداد وفي سبيل نيل الحرية والديمقراطية. نستذكر ضحايا الاستبداد في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية في الوسط والجنوب، وضحايا الإرهاب وتضحيات المجاهدين ضد الاستبداد والإرهاب في كل مناطق العراق. ونحن في هذا المحفل الكبير لا يمكن لنا أن ننسى دور السيد المجاهد عزيز العراق قدس سره ودوره الكبير في سنوات النضال والجهاد ومراحل بناء العملية السياسية وأثرها الوطني منذ التأسيس. أيها الإخوة والأخوات، إن استذكار شهداءنا وفي هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدنا
هي فرصة لمراجعة الأداء السياسي واستحضار تلك التضحيات الجسام التي بذلها لنا هكذا رجال مجاهدين من أجل رفعة الوطن وسيادة بلدهم. وما أحوجنا اليوم لاستحضار تلك القيم النبيلة وتجسيدها في العمل السياسي واستذكار تلك المآسي التي رافقت مراحل الجهاد والتأسيس والبناء لعراق جديد يتجاوز التسلط والتفرد والاضطهاد. نقف اليوم أمام تطلعات شعب عانى طويلا من أزمات وكوارث الحروب والاستبداد والإرهاب، وحان الوقت لتجاوزها والعمل على تثبيت دعائم استقرار مستدام وحكم رشيد يرتكز على المشتركات الكثيرة والتحديات المشتركة التي تواجهنا جميعا. فحقيقة لم يعد مقبولا استمرار هذا الوضع الراهن، وأن العراق الآمن هو الخيار لدولة نريدها دستورية حامية لا قامعة ضامنة للوئام المجتمعي والسلم الأهلي. يقينا نحن بحاجة إلى مراجعة جدية لمجمل وضعنا السياسي والتوقف عند محطات الخلل والتقاطع والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويتناغم مع مستجدات هذه المرحلة ويلبي طموحات العراقيين في حياة حرة كريمة. وهذا يتطلب منا التكاتف ورص الصفوف ومنع البلد من الوقوع بمنزلقات خطيرة. أمامنا تحديات جسيمة وتنتظرنا استحقاقات وطنية دستورية، منها انتخاب رئيس الجمهورية، فعلينا دعم العملية الدستورية والمسار السلمي الديمقراطي لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني المهم بكل مسؤولية، ومن ثم الشروع بتشكيل حكومة جديدة نريدها مقتدرة حامية خادمة لكل العراقيين وترتكز على القرار الوطني المستقل للعراقيين. نريدها ويريدها العراقيون حكومة تحقق الأمن الوطني وتضمن الوئام المجتمعي والسلم الأهلي وتضع تطلعات شعبنا ومطالبه بصورة أساسية فوق كل اعتبار. حكومة تستند في عملها على الإرادة الحرة للعراقيين بلا قيمومة أو وصاية، وتعمل بجد على إنجاز مشروع الإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق تطلعات المواطنين. حكومة ضامنة لسيادة ولدولة وطنية تعيش في أمن مع شعبها وسلام مع جيرانها. حمل الله العراق وشعبه من كل سوء ومكروه، والرحمة والرضوان على شهيدنا الخالد آية الله السيد محمد باقر الحكيم وعلى الشهيدين الصدريين وعلى جميع شهداء العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.